موضوع الانتخابات وبالدوائر، وبنتكلم دلوقتي قاعدة البيانات بتكتمل ازاي؟ احنا عندنا دلوقتي كام؟ 54 مليون ناخب يحق له ان ينتخب ولا كام؟ الاول احنا اللي احنا داخلين عليه انتخابات برلمانية. نعم. فاحنا لسه بقانون النهارده معروض على رئيس الوزراء بتاع تقسيم مجلس الوزراء اللي هو تقسيم الدوائر. الدوائر بتتقسم بكذا معيار، اهمهم عدد السكان. فعدد السكان الجهاز مش الجهه الوحيده في البلد اللي عندها عدد سكان، لكن هي الجهه اللي شايفه السكان على اقل مستوى اداري، اللي هو الشياخه في الحضر والقريه في الريف. لذلك اي حد قبل ما يعمل اي انتخابات وخاصه البرلمانيه اللي هي هنقسم فيها دوائر، يبقى يلجأ للجهاز. وده اللي حصل فعلا المره دي. اللجنه المكلفه باعداد القانون طلبت من الجهاز السكان، فاديناها السكان في 1/7/2014 اللي هم 87 وكذا، تقدير عدد السكان في 1/7/2014 هو ده الاساس اللي معمول عليه هذا القانون دلوقتي. بحيث ان احنا اديناهم مش عدد كده وخلاص، لا، ادينا لهم عدد بالمحافظات بالاقسام والمراكز، عشان المخطط او المشرع يحط ده الاعتبار الاول. لان في اعتبارات اخرى بتخش في اللي هو تقسيم الدوائر. 130 الف مثلا للمقعد مثلا، ده الموضوع الاولاني اللي هو السكان. كم بنسمه لكل مقعد؟ تقريبا المره دي عاملين 120 130 تقريبا لكل نسمه، لان دايما كان بيبقى عندنا في القوانين السابقه بيطعن على عدم دستوريتها، لان التمثيل كان بيبقى مختل جدا. ليه؟ لان مثلا احنا عندنا المحافظات الحدوديه الخمسه اللي هي شمال وجنوب سيناء وبحر الاحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح، دول السكان اللي فيهم بيمثلوا نسبه 1.5% من سكان الجمهوريه، ما يكملوش مقعد. فانت لما تبص بقى على تمثيلهم جوه البرلمان، اي برلمان سابق، تبص تلاقيهم بياخدوا مثلا 10-12% من الايه، من الكراسي، فده او من المقاعد اللي هي بتاعه البرلمان، لان انت عندك حد ادنى للمحافظه. وبعدين كان زمان لما كان فيها فلاحين وعمال، يبقى لازم حد ادنى من الفلاحين وحد ادنى من العمال. اوضاع كانت فرضة نفسها على القانون بتاع توزيع المقاعد على المحافظات.